السلام عليكم أصدقائي الكرام، اليوم سوف أشرح لكم لماذا من المهم أن نضع الكمامة. بداية، ما هي أهمية وضع الكمامة؟ نضع الكمامة حتى لا يصل الفيروس إلى الأشخاص المقابلين، بالإضافة إلى أن الكمامة لا تحمي الشخص نفسه فقط، وإنما لحماية الأشخاص المقابلين. على الرغم من وضع الكمامة، لابد من ترك مسافة الأمان، وتكون زياراتنا للضرورة فقط. كيف أستطيع التعامل مع الكمامة؟ أن نخبئ الفم والأنف بشكل صحيح، أن لا نضع يدينا على الكمامة لأن فيروسات الأشخاص الآخرين تكون على الكمامة. ضرورة تبديل الكمامات المبللة من التنفس لأن الفيروسات تعيش بالرطوبة. يجب غسل الكمامة المصنوعة من القماش بدرجة حرارة عالية، والأفضل هو 90 درجة، ويجب غسلها بعد كل استعمال. كيف أستطيع أن أحمي أطفالي؟ من الصعب أن أشرح للطفل كيف يستخدم الكمامة، لهذا السبب تكون الحماية في عدم ذهاب الطفل إلى التسوق، وعند الخروج إلى المشي مع الأطفال لا نحتاج إلى الكمامة، لكن لابد من ترك مسافة الأمان عند المشي من 1.5 إلى 2 متر. وماذا عن الزيارات؟ لا يسمح بالزيارة في هذه الظروف الصعبة، وكل شخص عليه أن يبقى في المنزل، وهكذا نستطيع أن نبعد الفيروس. وهل ينبغي علي أن لا أخرج أبدا من البيت؟ بالطبع لا، هذا قرار غير صحيح، لأن جسم الإنسان يحتاج التمرين والحركة، ولكي نبقى بصحة جيدة لابد من المشي بالهواء النقي للحفاظ على اللياقة البدنية بما يكفي، والأطفال يحتاجون إلى تمارين كافية كالمشي مثل الذهاب إلى الغابة مع ترك مسافة الأمان مع الأشخاص الآخرين. لهذا السبب يفضل أن لا تذهبوا إلى المدينة حيث الازدحام الشديد بين الناس. ابقوا بصحة جيدة واستخدموا الكمامات.